لم يقرع اليوم جرس هذه المدرسة الحكومية إذاناً ببدء اليوم الدراسي فيها، فالصفوف خلت من التلاميذ والأساتذة بفعل إضراب عن العمل لثلاثة أيام دعت إليه رابطة التعليم الأساسي الرسمي. تتحدث مديرة المدرسة جمال جمول عن رواتب متدنية مع انهيار قيمة العملة الوطنية، وتطالب كما آلاف الأساتذة بصرف بدلات النقل المتأخرة وأعطاء الحوافز المادية للمعلمين. أنا فاقدي الأمور المالية بمدرستي، بصندوق مدرستي، بصندوق الأهل. أنا يا جماعة بصرخ ومن هون عم قلكم، أنا صري سنتين صندوق مجلس الأهل رصيدي صفر. طب من أين أحصل على الأموال لحتى أنا والله لبي عدم وجود الكهرباء ببيروت الإدارية وباقي المناطق، عدم وجود المياه، هيدي أزمة زادت للأزمة السنة الماضية، بطلنا في كهرباء ومي. الاستجابة لدعوة الإضراب جاءت مختلفة، فهناك مدارس أغلقت بالكامل، وأخرى فتحت جزئياً، وثالثة فتحت بالكامل على أمل الحصول على المساعدات المادية المنتظر صرفها من وزارة التربية. مطلب الأساس أنه نقدر نوصل على المدرسة كان هاي بالدرجة الأولى، انتظام دفع بدلات النقل والرواتب المضاعفة وبأول الشهر، وما يعملوا لنا فيها بأول الشهر جزء ونص الشهر جزء. وزارة التربية اللبنانية تقول إنها تسعى إلى توفير المساعدات المالية لأساتذة التعليم الرسمي من الجهات الدولية المانحة. صار في اتفاق مع وزير التربية ووزير المالية إنه في متأخرات، في اعتمادات موجودة بوزارة المالية راح تتحول على حساب وزارة التربية لكي تكون بداية حل لمسألة الحوافز، والحل الأكبر كذلك الأمر راح بكون من تعديل التنسيب لقرض 52 مليون دولار اللي راح تنطلب تعديل التنسيب من قبل وزارة المالية مع البنك الدولي لحتى يعدلوا التنسيب، وبالآخر له مجرى قانوني لابد أنه ياخده. حوالي 50,000 أستاذ يتوزعون بين التعليم الثانوي والأساسي والمهني، يضاف إليهم نحو 10,000 عامل في المدارس الرسمية، جميعهم يتطلع اليوم إلى حلول رسمية عاجلة تنقذ واقع التعليم الرسمي من الانهيار. قد يصبح هذا الصف فارغاً حتى نهاية العام إذا بقيت وعود وزارة التربية مجرد مهدئات، يقول الأساتذة على وقع إعلان غالبيتهم تحويل التعطيل القصري إلى إضراب مفتوح، لأن لا قدرة لهم على الاستمرار في الوصول إلى المدارس والتعليم في ظل أوضاعهم المعيشية السيئة. جين عفيش، الحرة، بيروت.